يعني أنا أعتقد طروحة سماحة السيد الصدر لم يرفض فيه الحوار، ولكن كان يبحث عن الحوار النافع والمفيد والذي يمكن أن يؤدي إلى مخرج. وهذا طبعا يؤشر إلى هناك أزمة عميقة ومصداقية ربما شبه مفقودة بين الفرقاء السياسيين، يحتاجون إلى أعتقد نوعا ما القفز فوق هذه الحساسية العالية بين القوى السياسية والقبول بمعطيات العملية السياسية الحالية أقلها لإعطائها مدى يعني أكثر من المساحة الزمنية لتؤتي ثمارها، لأنه الآن الإمعان في استلاب العملية التشريعية من وظيفتها ومسؤوليتها، وكذلك الإبقاء على الحكومة حكومة تصريف أعمال يعني صلاحياتها محددة وفق القانون، وكذلك رئاسة الجمهورية والرئاسات بشكل عام أيضا مختلف عليها. فبالتالي أعتقد كل هذه إنما تؤشر أنه هناك بحاجة ماسة إلى فهم وتقبل الآخر وتقبل الوقائع، ومن ثم قبول الأطروحات التي يجب أن تنسق مع القانون والدستور والقبول الاجتماعي الذي يعتبر نعم. هو الفيصل في مثل هذه الأزمات. طيب سيد عمران، يعني جميع القوى السياسية الأخرى عندما خرج السيد الصدر بجماهيره إلى الشارع سارعت إلى الخروج ببيانات والرد لحوار جديد مع السيد الصدر، إذن هناك قلق في الإطار التنسيقي وغير من القوى السياسية الأخرى، لكن لا شيء على أرض الواقع، لماذا برأيك؟ يعني شوف سيدتي العزيزة، أعتقد هناك نوع من يعني القوى السياسية لهذه اللحظة يبدو أنها لم تأخذ حقيقة على عاتقها، تقوم بمسؤولياتها، لم تنهض أغلب القوى السياسية بمسؤولياتها. هناك ربما قصور أو تقصير في بعض منعطفات ومكونات العمل السياسية، ربما في باب التشريعي باب التنفيذي بين القوى السياسية نوع من التصدعات. هناك ربما محاولات من تحت الغطاء من بعض القوى الإقليمية والدولية ربما تعرقل بعض الطروحات وبعض الأنشطة السياسية التي تضع الأمور في نصابها. يعني يجب الآن البرلمان، بما أنه برلمان منتخب و يعني هو يعمل على أرض الواقع ومعترف به وكل العامل في هذا القسم، يجب أن ننتقل لمرحلة أخرى وهي محاولة إنعقاد جلسة قادمة لانتخاب رئيس جمهورية وتكليف كتلة بترشيح رئاسة الوزراء، ومن ثم آنذاك يعني يكون حضور الملفات والمطالب الأخرى. يعني يجب أن تكون الأطروحات هي ليست عبارة عن عصا في العجلة، يجب أن تكون الأطروحات متساوقة مع الأداء السياسي، لأنه عملية تعطيل عملية سياسية يفقد أي أطروحات من قيمتها، لم يعد هناك من قيمة لأي أطروحة سياسية إذا لم يكن هناك عمل سياسي. يعني التوقف في محطة ما القطار السياسي عندما تقف في مرحلة، أعتقد هذا يوقف كل النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في البلد، وبالتالي لذلك لا تجدين أي يعني تحرك واقعي على الأرض، لأنه أغلب القوى السياسية أما متمسكة بملفاتها وطروحاتها وأنها نوعا ما تحاول أن تتنصل من التصدي إلى المشهد السياسي بدوافع معينة وبمبررات مختلفة. طيب إذن سيد عمران، يعني أفهم من كلامك أنك متفائل ربما بالعودة إلى موضوع الحوارات، هل ما زالت هناك فرصة ووقت للتحاور والمضي بالعملية السياسية الحالية؟ هو قطعا يعني هذه كلها الطروحات التي تطرح من الاخوان في الاطار التنسيقي من سماحه السيد مقتدى الصدر، الطروحات من الاخوان الاكراد من السنه، موافقاتهم وممانعاتهم، هذه هو حوار، ولكن حوار بمستوى ما ومن وانا ممكن ان اقول من شرفه العمليه السياسيه. يجب ان ينزل الجميع الى الارض الواقع ويتعاملوا مع بعضهم البعض، لاننا لا نستطيع في هذه اللحظات أن نستورد فرقاء سياسيين يتمتعون بالثقة العالية والمصداقية والانسجام. هؤلاء الذين يعملون على الساحة هم ما نملكهم، ويجب هم هؤلاء أن يمنحوا، وإن كان هناك ربما بعض المؤشرات هسه
من المجتمع من بعض الدول الإقليمية والدولية مؤشرات على عمل الوداع السياسي، ولكن هذا هو الموجود. وبالتالي النظرة الواقعية والموضوعية والمنطقية للأمور أعتقد يعني تبشر بخير، لأنه لا يوجد صمت نهائي ولا يوجد جمود نهائي. نعم أنا أعتقد هذه يعني الأطروحات المستمرة، يعني حتى عملية تظاهر إخوان التيار الصدري، مظاهرات إخواننا في الإطار التنسيقي، يعني أكو حيوية وحيوية وأكو تفاعل. القوى السياسية تحتاج إلى أن تكون أكثر ربما حيوية، أكثر انفعال، أكثر انسجام مع حاجات المرحلة السياسية. أعتقد الركود ليس في صالح أحد، ولكن بشكل عام أنا يعني أبشر بالحوار، لأنه أنظر إلى كل المعطيات وردود الأفعال عليها هي حوار، ولكن هذا الحوار بالمستوى معين ربما في المرحلة المقبلة يكون أكثر إثمارا ويعتبر يعني معدلات الإنتاج فيه أكثر وضوحا للجماهير. شكرا جزيلا لك السيد عمران الكركوشي المحلل السياسي.